الإصلاح الشامل ومكافحة جميع أشكال الفساد كان السببين الرئيسيين لتشكيل اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، وبتكليف مباشر من جلالة الملك عبد الله الثاني الذي أمر بتشكيل هذه اللجنة المكونة من شخصيات ذوي خبرة ويتمتعون بدرجة عالية من النزاهة والموضوعية والحيادية، حيث عملوا معاً وبالتعاون مع جميع قطاعات ومؤسسات المجتمع المدني ومع المواطنين أنفسهم لوضع ميثاق للنزاهة يكون منهاجاً إصلاحياً متكاملاً يؤسس لمرحلة جديدة تعزز الثقة بمؤسسات الدولة كافة ويكون فيها الجميع شركاء في المسؤولية. ومباشرة تم البدء بالعمل على إعداد الميثاق، حيث شهدت المرحلة الأولى 22 اجتماعاً ضمت رؤساء الهيئات والجهات الرقابية بهدف الاطلاع وتشخيص المشكلات والتحديات التي تواجهها، وانبثق عن هذه الاجتماعات النسخة الأولى لميثاق النزاهة الوطنية وخطته التنفيذية. وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية التي كانت واضحة بأن يكون هذا الجهد وطنياً تشاركياً، فقد قامت اللجنة كمرحلة ثانية بعقد سلسلة من اللقاءات التشاورية بلغت 17 لقاءاً على مدار 30 يوماً، استمعت من خلالها إلى آراء وأفكار الفعاليات الشعبية والرسمية ونخبة من قادة الفكر والرأي وكذلك ممثلي شرائح المجتمع في 12 محافظة، بالإضافة إلى الجامعات والأحزاب والنقابات والقوى السياسية وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب والقيادات التنفيذية في الجهاز الحكومي. وبناء عليه تم إدخال هذه المقترحات إلى ميثاق النزاهة وخطته التنفيذية وتعديله كنسخة ثانية. وبعد ذلك تم عرض الميثاق والخطة التنفيذية في جميع وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية لاستقبال ملاحظات المواطنين كافة عبر البريد الإلكتروني والفاكس المعلن عنهما. وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بضرورة الوصول إلى مستوى متقدم من إجماع الأردنيين، تم عقد مؤتمر وطني كمرحلة أخيرة في إعداد النسخة النهائية للميثاق لمناقشة وإقرار الملاحظات والاقتراحات الواردة من المواطنين والمشاركين لاعتماد ميثاق وطني يبني ويعزز منظومة متكاملة للنزاهة تحمي الوطن وتصون مقدراته وحقوق مواطنيه. إن منظومة النزاهة الوطنية تستند إلى مجموعة من الركائز المترابطة، أولها سيادة القانون وإنفاذه على الجميع بعدالة ودون تمييز، وتكاملية العمل بين السلطات الثلاث من ناحية، وبين تلك السلطات مع مؤسسات المجتمع المدني والإعلام، وبين مؤسسات السلطة الواحدة من ناحية أخرى، بالإضافة إلى الفصل المرن بين السلطات والتوازن بينها. كذلك يجب ضمان حرية الرأي والتعبير، وأيضاً على الجميع المشاركة في صنع القرار، ويجب كذلك على الجميع معرفة أن المؤسسات العامة هي منفعة عامة لكافة أفراد المجتمع ولا تقتصر على أفراد بعينهم. ومن الركائز التي وضعت في ميثاق النزاهة حق المواطنين في الاطلاع على أعمال المؤسسات العامة، فهذه المؤسسات وضعت لتخدمهم، وأيضاً ينبغي أن يكون هناك تكافؤ في الفرص وعدالة يشعر بها الجميع. ولا ننسى أن المساءلة حق يجب ضمانه لمحاسبة المخطئ في موقع المسؤولية. كما حددت اللجنة مكونات النزاهة الوطنية والتي ستبنى على أساسها مرتكزات النزاهة في القطاعات المختلفة، وهذه المكونات تبدأ بالتشريعات التي يجب أن تكون شاملة ومتطورة وواضحة بحيث تحارب الفساد من خلال تجريم كل أشكاله، بالإضافة إلى البنية التنظيمية للمؤسسات والتي تشكل الأساس لحماية منظومة النزاهة من أي خلل في حال تمتعت بقدر عال من الشفافية والعدالة، وكذلك تعزيز القدرات المؤسسية والوظيفية عبر توفير الموارد البشرية الكفؤة والموارد المالية للمؤسسات لزيادة طاقتها، وفرض الإجراءات البسيطة والواضحة وبكل حياد وعدالة لتحقيق احتياجات المجتمع. التركيز على السلوك المهني والوظيفي والأخلاقي لتشكيل ثقافة عمل دائمة تؤثر إيجاباً في السلوك والأداء، وهذا ما يشكله المكون الرابع لمنظومة النزاهة وهو الثقافة السائدة. وبناءً على هذه المكونات ومن خلال الجهد التشاركي والوطني الذي استمر على مدار عام كامل، وضعت مرتكزات النزاهة والتي تتأقلم مع كل قطاع حسب احتياجاته وما يتطلبه من تحديث وإصلاح لتحقيق النزاهة بالمفهوم الشامل، بداية من السلطة التنفيذية مروراً بالسلطتين التشريعية والقضائية، بالإضافة إلى تحقيق النزاهة في القطاع الخاص، وأيضاً الأحزاب والهيئات غير الحكومية
ومؤسسات المجتمع المدني وانتهاء بالنزاهة في الإعلام واستجابة إلى التوجيهات الملكية السامية. فقد تم وضع خطة تنفيذية شاملة تضمنت 20 محوراً لتعزيز منظومة النزاهة، حيث تحدد الخطة الجهات المسؤولة عن التنفيذ ضمن إطار زمني محدد. وبعد كل هذا الجهد المتواصل والمكثف والذي تم التوصل إليه بتوافق جميع أطياف المجتمع، فإن نجاحه يتطلب تعاون جميع الأردنيين، فالمسؤولية جماعية والهدف جماعي والنجاح أيضاً جماعي. واليوم وبرعاية ملكية سامية يتم إطلاق الميثاق والخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، لتكون بداية لنا جميعاً لتجديد الثقة بمؤسساتنا الوطنية في سبيل نهضة وإعلاء شأن المملكة الأردنية الهاشمية.